الحمد لله للقائل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الأصول الثلاثة وأدلتها هذه الأصول الثلاثة إسين اتديمنة هندولي سديه التلكا ومتوتات وأدلتها أما اللي قبتم إسيدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قبتم إسيدا وان هندي سنرت نمكا جلج هندينتون هنديك أبتما ترقاك أبدو هندي أكاسي تاوي الرهاس وينيجورا كتاب نيقل الأصول الثلاثة الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل الحمد شفت فاروت لله الله حق قرمان القائل الله سنجاك علم الحمد لله خطبان كبو هيسان كوني خطبان كبو كوني خطبان كبا خطبان كبو الأصول الثلاثة ترجمة مؤلف كتاب ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نسبه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تميم أكن جيني نملكنا عرب الراج عربا كيسال لي بني تميم قصى شيخ سيميني تبك بني تميم تيجر دوبا آية مولده مكان ساعة كبير كما تيكن محمد بن عبد الوهاب كإلمي نما اتنما الربسك ور مشركة هندي ور كتاب إساء كان هردفي عقيدات نقبة هند وهابي جانين دوبا وهابي أكنا جان وهاب جتان إسهدوك نججو وهاب يرو جدان إسهدوك إسهدوك كهدو ونما كنو ينو الله ججو عبد الوهاب جتون غبريتا إسهدو ونما كنو ججو دوبا غا وهاب يوغو جانينو الربسان كوني ماكا الربطة أومتي يوزلا الربس في الأوام برافو أتني ويجا آية وهابي يوجدا قبريتش إسهدو نما كنو سني قبريتش إسهدو ونما كنو سني تركف ما كتأججو إسن قباب دمتي إسن أرما ربي هدو ونما كنو سني تيمتي ججو دوبا كل لنتا أكسنا من ججون الربا يوخولو لنتا كنتو ولا لإساني ترى أكسنا من جان نسبه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تميم مولده ولد هذا العالم في بلدة العيينة بعيينة كيسدلت جنكم توكوفي دبة كاف قدشن هجر الرجال في بيت علم وشرف من علم را غند درجاتا ودين غند دينا كيسد الاته فأبوه عالم كبير أبان إسال لينما عالم قدارا وجد سليمان عالم سليمان اللين أدير إسات اللين عالم نجد في زمانه
نشأته بكن أكاتان إن تقدت قدن إساء كم يوجد أن حافظ القرآن قبل بلوغ 10 سنين قلنا كنا نصوهن سنين قرآنها فزيلة فكاي ودرس في الفقه قلنا كنا نصوهن سنين جج ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا قودة قوتتك وهم قهوتي هم تركبت فقه كناس أكامبرت وكان موضع لعجاب من والده لقوة حفظه أبان إسانا ما كان أكان ديركا bikka dinqiidhaa kaayate abbaan isaa waan hifzin isaa akkaan jabaa ta'eef jecha ni dinqa ilma ofii kan hedduu wakaana kasiral mutaalaacati fi kutubi tafaasiir walxadiis hedduudha kitaaba tafsiiraatiif ka qur'aanaa kana lallaale irratti mul'ataa wujida fi talabi ilcilmi laylan wanahaara halkanii guyyaa keessatti barbaachi cilmiidha keessatti argamaa fakaana yaxfazu lmutuuna alcilmiya fi shatta alfunuun matnii cilmiidha tana gosoolee adda addaatiin akkasitti hafaza ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد لأنه قرأت يدوبا دجي ألف رمتو تاتي كان كيسا ديمي علمي رفجتشا كستي علمي بربادتا وفي مكة مكة كيسا اللي وقرأ على علمائها ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها علماء مكة في مدينة لا هند الرتي كرأ يجرى ومنهم العلامة شيخ عبد الله الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري إذا كان فرتي كره كما قرأ على ابنه الفرق الفرضي الشهير إبراهيم الشمري خجر أمو أكم علم إسات الرتي كره إلما قبت أبرت الله كره يجورا مؤلف العزب الفائض في شرح ألفية الفرائض كتاب كسجر أمو كقل ميسه إني سنوججا آية علمي شمري الأسم وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي وعرفاه أكان جري مصنّاق وليفد وعرفاه جري لمن سبي سنجرا بالمحدث الشهير جدني محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله جرالمين كانتو إسا كان أكانت مقاخنا بيس جتا محمد حياة السندي آية كما قرأ على ابنه الفردي الشهير إبراهيم الشمري مؤلف العذب الفائد في شرح ألفية الفرائد وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي جرانيس بيسا فقرأ عليه إسرتني كرأي في علم الحديث ورجاله علم حديثاتي في رجال كيست وأجازه بالأمهات أمهات الستة كتابا كان أكرمت إجازة قريفة إيجا هنغان أكراتي هنغان أكرمت نرى أديس فرد رجين دوبا أكرمت هموني دن ديسا هو رجين كان أكرمت كراسي جدا أيام قريفة غري غرتي كتاب وليت آيو كرا إبارتان توكو غري أكرمت فهمو دن دا يرو إني غري فهمو دن دي خلاص أما نفهم تافر راديم أكرمت كراسي جدا نيفي حيام قراف جاجة برسيسان وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مفرطا وأكب على المطالعة والبحث فهمي قرتي دوبا أك أجائبتي تأكك أنك إتي وأرت كل من قرتي أجائبا كحسابا قرتي كل من كيستي هونغا كتتئ نمع علمي تنرت اللي قد قنبوبي إرت قجد علمي تنا مطالو تئ دوبا تعليف اللي أكسم جيجالا أكسم يروى اللفوس تعليف كانس هدو قرتي رتق جيجا جيجورا وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتابا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمه الله آية دوبا إن كن كا وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة كقد ثبت شفته وان يروك أرأو إرادة دبروخانا قد كباقات ثبت شفتاني حفظاني قبطي يجارا كتبوا اللي نفتو أكان كتابوا لي قرتي مؤلفات يدو اللي كتبه كبا كتاب من تيمياتي في ابن القيم كان فأهن دراك كتبه آية تتافي قرأي يجارا دوبا طيب ولا تزال بعد المخطوطات
الثمانية بقلمه السيال موجودة بالمتاحف. ولما توفي والده أبان إساء وقمدوء قلناكم تقوم ربا تقوم في شنتمي سليتي أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله. أبان إساء دوء جنان والفرطيتما دعوة أجائبة تورى أسين درة دبرة التأفوفات رججورة والروطة بدعاء والرتابطة والروطة كان هندرت إنكارا دعوة أجائبة كتبه في الكتابة إساء ولين فجأة سججار أدوبا هم هم إساء جبابتك تججار أدوبا وقويت شوكته وزاع كبره ودون إساء هم فجأة تتك تججو مؤلفان إساء كتاب ولين إساء كتاب التوحيد كتاب كشف الشبهات كتاب الكبائر كتاب ثلاثة الأصول كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير كتاب مختصر زاد المعاد وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة من مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب كجرمت تحت إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود التكجرت هدو جراجر كتابا براتا كنواتك كتبم تجرت وفاته توفي رحمه الله تعالى إن كنت أجرى بركمة كوفي لب لماف جهت دو أجتشورا هجر الرا رب رحمته إساها قلو طيب خطبة كيسان تقولين إن كبو كتابني كي خطبة كبا إرى دبر رجل آية الحمد لله للقائل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب طيب الحمد لله فارونك الله القائل جاءكته شرع لكم إسني كراغ الأجر من الدين دين الرامى ديني والصابي إسلام نوح النوهي في كرام والذي أما اللي دين ما أوحينا بيس نسان كرام إليك قمك وما وصينا به أما اللي دين إسلام نسان إبراهيم إبراهيم ات وموسى موسى ات وعيسى عيسى ات ديني الآم نسان ككراء إسني قد فارونك ربي سنتي أنا قيم الدين ديني الآبا جتشورا ولا تتفرقوا فيه غرغر بهنا جتشورا دين كان كيست كبر قد تجرى على المشركين مشركتوت الرامة تدعوهم إليه توهن إسن إسان قم إسات التيامتا الله يجتبي الله النفلت إليه قم إسا فلتك أجلت ما يشاء كفده ويهدنك أجلت إليه قم إسا ما ينيب نم قم إسا ديبو فده والصلاة والسلام على رسوله القائل رحمتها في نجني رسول إسات الرت هاجرات القائل جرأة كتبني الإسلام إسلامنا جمع وركب مجرى على خمس من خمس وشنرة شهادة الله إله إلا الله بيكرى ولتكب مهكان قبرمان انجر جتشو بيكرى اللهم له وأن محمد رسول الله محمد إرقم الله تجتشا بيكرى ولتكب مه وإقام الصلاة صلاة الأب بيكرى ولتكب مه وإيتاء الزكاة زكاة النتو بيكرى ولتكب مه وحج البيت mana rabbi dakani hamilani ziyaru sambe kurra dirkamina isa sambe kurra walitti qabame wa somi ramadana bati ramadana somanu be kurra walitti qabame wa ala alihi wa ashabihi ali satirattille sahiban wa hillan isa ashabu satirattille nagenni rahmani hajiratu khiyaratil umma qalo ummata kataan wa hudatil a'imma qacelo duroleda kataan qacelo duroleda ومن عمل بشرعه إلى يوم الدين نما الشريعة إسات التدلقرة اللي نقاح فرعمان هاجراته هم قويا قلتاتت أما بعد فيقول نجده محمد منير دوبا محمد منير محمد بن منير محمد بن منير نجده عبد آغا قبرتي آغا نجده آية الدمشقي كقام دمشق إركفاماته الأزهري كجمع أزهري الكفامات إجتاجا سألني نجافة تجرا محمد منير عبد أغا الدمشقي سألني نجافة تجرا كثير هدوم من أهل العلم ور العلم كابور راكتان والمعرفة ور بكم سكابور راكتان أن أطبع أن يكون أن أطبع أني مرايسو يوكا مجيسو يوكاو كتبه ولتكبو رسالة الإمام المجدد
آية رسالة شرحا صغيرا شرحي تكشا كإمام تجا المجدد حار يوم ساتئ شيخ الإسلام كشيخ إسلام محمد بن سليمان التميمي إنسون محمد بن سليمان التميمي ده في الأصول الثلاثة وهي الأصول الثلاثة كتاب بسون كتاب نسون كتاب هندي سدينيت آية هندي سدين كيست وأدلتها أما اللي رقوليسي كيست وشروط الصلاة شرط وان صلاتها كيست أما واجباتها دير كموليسي دا كيست وأركانها رقوليسي دا كيست دوبا وأنشرها بين المسلمين إسيسا فجأسو لت إسيسا فجأسو قرين هدون وربيكم سقبني أكستنا كرأتني لا سيما العوام منهم آية دوبا خبتيس وخبتيس كيساو وروان بين منهم مسلم توتر وروان بين خبتيس وخبتيس كيساو إسام فاني برباج إذا كتاب لكم جتشورا لينتفعوا بها أكسير أنفيد من يفجج ويعملوا أكد لغن يفجج بأحكامها مرتولي ستت وهي سهلة إسنت اللافتورا موجزة قباف سمتورا صحيحة قل كل لا على مذهب أهل السنة كراو الرسنة ترتي كتبمتورا والجماعة كراو الرقرتي حق الرتي والهيقالية الرتي فأجبته لذلك قري ورنكر أتيساني بأكسيت أواد كتابك أنا كتبت سيني ولما كان فيها بعض أحاديث لم تخرج جعلت عليها تعليقا ولما كان وقمت فيها أتشكيست بعض أحاديث قرينا ديسواني لم تخرج كهم بافمين جعلت ننقل عليها جتان إسيساني الرتي تعليقا رراف ما أقول واتيكو قرتي جلك كتب جتورا يوضح كيفس بعد المعاني قريب معنا لا ويحل كهيك بعد الألفاظ قريلة فزواني مع عزو الحديث حديثا كان إركسو ولين إلى مخرجيها قمنا مأسي باسيتي تجتش قمنا مقرتي رواية سنباسيتي والله أسأل الله كانان كرد بمنه كانني إساتين وكرمه أرجم إساتين الإخلاص كل منا ناكنو في العمل هجيك يا ستي كل منا ناكنو والعصمة أما التي كناكنو من الزلل مجوش الراج يدوبا بسم الله الرحمن الرحيم إعلام رحمك الله ججون أسرات سينما إعلام رحمك الله إعلام رحمك الله إعلام بيك إعلام ججاتنا مال جنين أسندرت كلمة يؤتى بها إذا كان ما بعدها أمرا مهما دبيتك كتأسيد أن نفون قدامه يروون إسي بودات إفادامي أمري مهمي يروت إسي بودا وإياك سا يروت إجاك ردوبا